من جديد لحضراتكم التحية مشاهدينا الكرام، وهذا موعدكم مع جولة صحفية جديدة، وأما طلعتنا في صحافة اليوم من عناوين وموضوعات. نبدأ وكالمعتاد بالصحافة المصرية، والبداية من صحيفة الأخبار التي جاء فيها: قمة مصرية جيبوتية في القاهرة، حريصون على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات. الرئيس السيسي نتحلى بإرادة سياسية للوصول إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة. الرئيس إسماعيل جيلة: ثقل مصر المحوري وقيادتها ضروريان لصون الأمن في المنطقة بأسرها. نتحول إلى اليوم السابع، ومنها نقرأ: الدولة حريصة على جذب الاستثمارات بقناة السويس. رئيس الوزراء يستعرض العروض العالمية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية للقناة. البنك المركزي: نجاح النظام المالي في احتواء تداعيات كورونا مرونة وتنوع الاقتصاد، والإجراءات السياسية الاستباقية ساهمت في تخفيف حدة آثار الجائحة. نتحول إلى الأهرام. رئيس الوزراء يتابع توافر السلع قبل حلول رمضان المبارك وإنشاء محطات تحلية المياه. مدبولي: الحكومة تعمل على قدم وساق في ملف تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية. التعليم: نتيجة الأول والثاني الثانوي تقديرات وليست درجات. الفراعنة: يغلق ملف الكان، والأهلي يواجه بالميراس الليلة. من الجمهورية نطالع: التعليم، مد فترة التسجيل إلكترونيا لأبنائنا بالخارج، تأجيل امتحانات الدور الأول إلى 7 مايو. 500 محل في أول أيام الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تصل إلى 50%. وزير التموين: نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح هذا العام. 300 أتوبيس كهربائي لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء. ونتحول إلى الصحافة العربية، والبداية معها من صحيفة عمان، حيث جاء فيها: ريان يرقد تحت الثرى بعد مأساة وحدث الضمير الإنساني وإغلاق الطرق المؤدية إلى المقبرة لتفادي أعداد هائلة من المشيعين. إثر مقاطعة غالبية النواب لجلسة البرلمان، إرجاء انتخاب رئيس الجمهورية في العراق إلى أجل غير مسمى. البرلمان الليبي لانتخابات هذا العام ومشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد. من صحيفة الاتحاد الإماراتية: التحالف استهداف مواقع حوثية مشروعة في صنعاء، والجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية جنوب مأرب. برلمان ليبيا يعتمد خريطة طريق جديدة لإجراء الانتخابات. دعوات مغربية لإغلاق الآبار القديمة وتعالي الأصوات المطالبة بضرورة الردم تفاديا لوقوع ضحايا جدد. واشنطن: لا مجال للمناورة بإجراء الانتخابات في لبنان. من اللواء اللبنانية: مواجهة بين المصارف والوكالات الحصرية مع الحكومة، واقتراح حزب الله لانفراد الرئاسي يؤشر لانقسام الدولة، وتكريس نهج تجاوز الدستور، وعون يبحث مع فياض الملاحظات على الموازنة. وكتبت أيضا: مفاوضات فيينا تستأنف اليوم، وطهران تنتظر إجابات واشنطن. من الشرق الأوسط: المركزي الفلسطيني يستكمل تجديد قياداته مطالبات بتطبيق القرار 2254 للانتقال السياسي بسوريا، ودعوات لاستمرار الاحتجاجات في السويداء. خطط حكومية لتحويلها إلى مركز الهيدروجين الأخضر. مصر لتعزيز دور منطقة قناة السويس بموازاة كوب 27. تكرار الإصابة بكورونا يرتبط بكمية مضادات الأجسام العادمة التي يحملها المريض. نذهب إلى الصحافة الأجنبية، والبداية مع واشنطن بوست الأمريكية، والتي جاء فيها: بايدن يتعهد بوقف خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا. الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية شابتها الفضائح والمشاحنات والتلاسل. العالم ينسى سجن جويران بالحسكة، لكن تنظيم داعش لم ينسى. نبقى مع الصحف الأمريكية، ومن نيويورك تايمز نقرأ: بوتين يحذر الغرب وأوكرانيا، لكن نواياه تظل غامضة. أكراد سوريا يريدون حكما ذاتيا، لكنهم يخوضون حربا لا نهاية لها.
بعض الولايات الأمريكية تتجه للتخفيف من ارتداء الكمامات بسبب كوفيد 19. الإشارة الملكية لجعل كاميلا ملكة على العرش البريطاني يتوج سنوات من محاولات الإصلاح. من الاندبندنت البريطانية، بوريس جونسون يؤكد أن المملكة المتحدة لن تتقاعس في الوقت الذي حضر فيه بوتين أوكرانيا من أن انضمامها إلى الناتو قد يجر أوروبا إلى الحرب. إسرائيل تبدأ التحقيق في مزاعم استخدام الشرطة برنامج تجسس على شخصيات بارزة من بينها ابن رئيس الوزراء والمقربون منه وكذلك مسؤولون سياسيون آخرون. ومن ليموند الفرنسية، إيمانويل ماكرون يبحث عن مواقع توازن في موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية ويعرض على بوتين بناء ضمانات أمنية ملموسة. تايوان تعزز نظام دفاعها الجوي بفضل الولايات المتحدة. اشترت معدات وخدمات بقيمة 100 مليون دولار للرد على غارات الطائرات الحربية الصينية المتزايدة. أبرز التصريحات في صحافة اليوم نطالعها بداية من الأخبار. وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي للاعب المنتخب: تذكرة المونديال هديتكم للجماهير. ومن الشرق الأوسط، محمد شتية رئيس الوزراء الفلسطيني: تعليمات للحكومة بعدم التعاطي مع إسرائيل اقتصاديا. الشعب الفلسطيني يبحث عن دولته الفلسطينية وتجسيدها على التراب الوطني. ومن نيويورك تايمز الأمريكية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: المفاوضات حول أوكرانيا مستمرة، ورئيس فرنسا حمل معه أفكارا ربما من السابق لأوانه الحديث عنها. آخر وقفاتنا المعتادة مع القراءة الصحفية اليومية بعيدا عن السياسة، نطالع بداية من صحيفة اليوم السابع: الكرفس يساعد على خفض مستويات السكر. حيث أكدت دراسة حديثة أن الكرفس يساعد على خفض مستويات السكر في الدم في غضون 120 دقيقة من تناوله. وقام باحثون اندونيسيون بتصنيع كبسولات مستخلص أوراق الكرفس، فلاحظوا أن تناولها صباحا ومساء لمدة 12 يوما سبب انخفاضا كبيرا في السكر في الدم بنسبة 19%. وأخيرا نطالع من الديلي ميل البريطانية: دراسة أمريكية جديدة كشفت عن أن الحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد الأشخاص على فقدان الوزن. حيث قام أطباء من جامعة شيكاغو الأمريكية بتتبع مدة النوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها 80 شخصا يعانون من زيادة الوزن، وأظهرت النتائج أن من ينامون لمدة أطول بساعة واحدة كانوا يستهلكون 270 سعرا حراريا أقل كل يوم مقارنة بالآخرين. قراءتنا الصحفية الصباحية لهذا اليوم انتهت. على رأس الساعة نلتقي بحول الله في موجز جديد بأهم وآخر الأنباء. شكرا وإلى اللقاء.